أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما قولكم فضيلة الشيخ في الأناشيد الإسلامية؟ بينوا لنا جزاكم الله خيرا. الأناشيد لا يقال الإسلامية، لا يقال إسلامية، يقال الأناشيد. ما حكم الأناشيد؟ فنقول الأناشيد من الأغاني لأنها ترنيم وأصوات جماعية وتنغيم ومنغمة، ترانيم ليست هي إسلامية، هي من الأغاني ولا تباح. لا، الأغاني لا تباح، إنما الذي يباح إنشاد الشعر، إنشاد الشعر، الشعر النزيه الذي فيه حكم، فيه مواعظ، وفيه أخبار الشجاعة والكرم، لا بأس أن ينشده الإنسان. وأما الأناشيد التي تنغم بأصوات جماعية، هذه إنما عرفت عند الصوفية، يعدونها من الأذكار. وأما أهل السنة فلا يعترفون بهذه الأناشيد ولا يعتبرونها من ذكر الله عز وجل، وتسميتها إسلامية غلط. معناها إذا قلنا إسلامية معناها أن الإسلام جاء بها وأنها مشروعة. ما يقال إسلامي إلا ما كان مشروعا، واجبا أو مستحبا، وهي ليست واجبة ولا مستحبة. نعم.